السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا البولفار الكبير تاع مدينه سيدي عبد الله، واللي يمتد على مسافه حوالي 8 كيلومترات، وينطلق من جنوب مدينه تاع سيدي عبد الله باتجاه في الجزائر العاصمه، واللي في الحقيقه يمتد يعني الجزء الاول يقع في منطقة سيدي عبد الله، وكذلك سوف يمتد إلى حدود مدينة الجزائر العاصمة على مستوى العاشور. إذن اليوم ننطلق في طريق هذا الازدواجي اللي درنا عليه فيديو، هذه مدة عامين. اليوم نعود نولوا الطريق هذا اللي يسمى البولفار، هو الحقيقة لأنه هو سوف في المستقبل يتوسط مدينة تاع سيدي عبد الله. إذا الطريق هذا بعد عامين نعاود نرجع ونشوف ها واش هي الأجزاء اللي تمت الأشغال فيها، وكذلك نشوف التسجيل، العملية تاع التسجير إذا كان فيه تسجير يعني كبر الأشجار كبرت، والملاحظ في يعني الآن كما راني هنا نشوف الملاحظ هو كثرة الغبار في الطريق هذا، وهذا أمر طبيعي لأن فيه برشات كثيرة في هذه إذن ورشات مفتوحة كثيرة تاع يعني توسيعات كثيرة. إذن الغبار هذا فيه، وكذلك النقطة الثانية هي أنه الإضاءة، الإضاءة العمومية هنا لكليراج بيبليك يندار بواسطة الخلايا تاع اللد والتغير اللد هذا فيه تغذية بالكهرباء يعني بتمويل من طاقات شمسية، استعمال طاقة شمسية لتوليد الكهرباء لالمونتاسيون تاع الإضاءة، إذن بواسطة الطاقة الشمسية. لاحظ أن الأعمدة كلها فيها خلايا فوتوفولتايك الكاباج تاع الانرجي سولار. إذن هنا نشوف أجزاء الطريق هذه مكتملة لكن فيها الغبار، مازال يعني الطريق شهبة لكثرة كما قلنا الورشات تاع الأشغال.
حي جديد بجنوب مدينة سيدي عبد الله. شوفوا لي وصلنا هذه الطريق هذه. طريق غير مهيئة في المنطقة هذه.